صباح الخير صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين برنامجنا اليومي، برنامج نعم استطيع. حابه اقول لكم ان النهارده الحلقه رقم 160 في البرنامج، ولسه مكملين معاكم باهدافكم ومواهبكم. طبعا احنا داخلين على ليله القدر، ربنا يجعل لنا نصيب فيها. بنودع شهر رمضان عشان نستقبل العيد. كل سنه وانتم طيبين. العيد السنه دي مختلف تماما عن اي عيد قضيناه قبل كده. زمان كنا بنتقابل احنا واصحابنا في صلاه العيد، وبيجمعنا بيت العيله باخوالنا واصحابنا واهلنا، لكن دلوقتي لازم ناخد حذرنا واحتياطاتنا. تخيلوا دلوقتي لو لا قدر الله شخص مصاب في العيله، وفي اللمه الحلوه دي سلم على كل فرد من افراد العيله. تخيلوا ان كل فرد من ده خالط كام اسره تانيه، فبقى عندنا بدل ما كان شخص واحد مصاب بقى كام شخص في كام عيلة. تعالوا كده نتخيل مع بعض بعد العيد كل الأشخاص دول هيروحوا شغلهم، والأرقام هتتضاعف والمئات هتصبح آلاف، والمفروض إن دي مسؤولية لازم نتشارك فيها، لأنه واجب علينا نحمي حبايبنا ونحمي بلدنا ونحمي وطننا. برنامج نعم أستطيع بيقدم مواهب وفقرات جميلة جداً جداً. برنامج نعم أستطيع هيقدم النهاردة فقرة جميلة جدا وموهوبة ومميزة، قدرت تحقق حلمها وقدرت توصل صوتها للناس كلهم. ومعانا النهاردة ضيف الحلقة أستاذ حسين. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا بك. أهلا بالسادة المشاهدين، وعام أنتم بخير. أهلا بالسادة المشاهدين. ادينا نبذة كده مختصرة عنك. أنا يعني ابتديت مشواري عامة في مجال الغنى والتمثيل من خلال طبعا من ايام المدرسه اللي كنت فيها، مدرسه الثانويه، وبعد كده دخلت الجامعه، دخلت كليه الحقوق، واشتركت طبعا في الفرق المسرحيه في الغنى، وكنا بنعمل برضو عروض مسرحيه، وبعد كده الحمد لله اتخرجت يعني من كليه الحقوق، وابتديت بقى مشواري شويه في موضوع الغنى، وانتشرت بشكل كويس. يعني عندك كويسة. مواهب تانية غير الغنى؟ التمثيل. بدأت ازاي بقى وعملت ايه عشان توصل لكده؟ بدأت ازاي؟ اول حاجة طبعا ابتديت بيها الغنى، يعني رحت ناس سألوا لي روح مسرح الجامعة اقدم فيه في الفرقة، ورحت والحمد لله طبعا يعني اتدربت على حاجات كتير ما كنتش اعرفها، وبعد كده افادتني بعد كده، واشتركت في فرق غنائيه، وبعد بعد ما اتخرجت من الجامعه اتجهت بقى لمشوار التمثيل برضو شويه مع الغنى. طب احنا هنلعب لعبه دلوقتي، تمام؟ الجمهور طبعا طالب اغاني. هنلعب لعبه الورقه بقى يعني انت وحظك، تمام؟ تمام. فيا راحت في ماشي. بص، اغنيه في جوه قلبي حاجه تمام، محمد حماقي. تمام تمام، سمعها لي. في جوه قلبي حاجه مستخبيه، كل لما باجي اقولها فجاه مش بقدر، قدام عينك بقف وبنسى يتقال، ليه كل مرة يجرى فيها كده ليا، ودي هي كلمة واحدة بس مش أكتر، والكلمة دي عندي فيها راحة البال، حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا أول كلام، حبيتك وأحلف على ده تسمع زيادة، ده أنا مش بنام، الناس في عيني حاجة وأنت حاجة تانية، عندك مشاعري حتى خدها واسألها، أنا صعب أعيش حياتي وأنت لحظة بعيد،
إحساسي بك في وقت ضعف أولي كانت حياتي ناقصة جيت تكملها فرحة لقايا بك بتبقى زي العيد. شكرا. أستاذ حسين، أنت اتدربت في المجال ده ولا ده حاجة أنت حاببها عشان كده وصلت هي حاجة كنت حاببها في الأول وكنت واخدها هواية وبعد كده يعني لا اشتغلت على نفسي في الموضوع. يعني اتدربت برضو عن طبعا أكيد. التدريب طبعا بيفرق كتير جدا يعني حتى مين لو بقى اللي شجعك في الحاجة دي؟ أهلك، صحابك، قرايبك؟ أصدقائي يعني طبعا أقرب الناس ليا وكانوا بيشجعوني إن أنا أروح مشاوير كتير بسعى يعني بسعى في موضوع الغنى فهم يعني أكتر الناس وقفوا جنبي يعني. طيب احنا هنسحب الورقة التانية وهي أغنية انت لسه زي ما انت وعمرو دياب، واللي هو يعني انا بحبه جدا 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 يعني. هي طبعا الاغنيه زي ما انت من الاغاني المحبوبه جدا في البوم عمرو دياب الجديد فهنقول كده انت لسه زي ما انت عمر في عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني واما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول مستحيل أقبل في حقك أي كلمة انت أعلى منهم فوق انت نجمة واللي يسألني عليك بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول زي ما انتي انت عندي زي ما انت الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية ده انت سايبة جوا قلبي ذكرى حلوة لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة دي الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوى حب ليكي كل يوم في البعد واسيبك انتي عامله ايه وازيك انتي دي الغلاوه هي هي والمشاعر متداريه. عمرو دياب قاعد معايا بجد والله. شابوه جدا. انت اكتشفت موهبتك وانت عندك كام سنه؟ من زمان يعني من ايام وانا كان عندي 12 13 سنه كده. ما شاء الله. وتنيت ورا موهبتك لحد ما وصلت لكده طبعا يعني نفسك تبقى زي مين من المشهورين؟ والله لا نفسي يعني طبعا يعني طبعا انا بحبهم كلهم بس نفسي اكون بقى اقدم حاجات يعني جديده بقى خاصه بيا انا وابقى اللي هو بقى يعني اخد ليا اسم معين كده ماشي فيه ويعني اتعرف بيها. اكيد قبلك سلبيات وايجابيات لموهبتك. طبعا سلبيات طبعا الواحد طبعا الموضوع عايز مجهود كتير وعايز برضو امكانيات كتير ولازم ان انت تنتشر اكتر على السوشيال ميديا ولازم يبقى ليك يعني زي داتا كتير بحيث ان انا اقدر ان انا انتشر بشكل اوسع وبرضه طبعا ايجابياتها طبعا ان هي يعني من خلال طبعا السوشيال ميديا انا اتعرفت برضه على ناس كتير زي مثلا ملحنين وشعراء وبرضه يعني خلتني اوسع علاقاتي اكتر طبعا المجال ده طبعا لازم الواحد يبقى علاقاته واسع شويه عشان يقدر ان هو يكمل فيه يعني. طيب انا هسالك سؤال كده، انت بتحب احمد حلمي طبعا؟ طبعا افلام وتمثيل طبعا لان طبعا اكتر افلام طبعا بحب اتفرج عليها احمد حلمي طبعا. ما شاء الله. طيب احمد حلمي كان طالع بدور ايه في فيلم اكس لارج؟ هو كان يعني طالع كان طالع باسمين بدورين. لا ده انت متابع بقى. بالظبط يعني اسمه الاول مجدي
بس هو طالع يضحك عليا ويقول لها ان هو لسه عادل. معادل عشان يكمل ال... طيب هتسمعنا كمان أغنية. تمام. يهمك في ايه؟ ماشي. يهمك في أموت ولا أعيش، ده كلام مالكش تسألني فيه، وهتقولي ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليه. يهمك في أموت ولا أعيش، ده كلام مالكش تسألني فيه، وهتقولي ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي ده واحد معرفوش، ما بقيتش أخاف عليه أسيبه أو أجرحه. عشا كتير اتقابلوا عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. نفسك تسمع ايه؟ شوية كلام تريح ضميرك بيه، وهيفيد بيه. روح شوف حياتك، جرح قلبي سمحت فيه. لا ما شاء الله، صوت جميل جدا جدا، وموهبة جميلة جدا 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 بجد. شكرا ليك جدا. قابلك نقد في حياتك؟ قبل قبل نقد يعني زمان، كنت بقابل نقد في حاجات معينة، انه طبعا يعني في اللي يقول لك كمل، في اللي ما يقول، في اللي يقول لك ما كملش. لا مش ما يعني، يعني الحمد لله كنت بلاقي قبول كتير جدا، بس في نقد اللي هو الحلو اللي هو ساعدني بعد كده. قالوا لي حاول تروح مراكز تدريب بحيث ان انت تقدر تنمي موهبتك اكتر. وانا برضو من خلال طبعا برضو المسرح، الحقيقه من ضمن الناس اللي اشتغلت معاهم من مشاهيرهم الفنان محمد رمضان طبعا، وبوجه له التحيه. اشتغلنا مع بعض مسرح، في مسرحية اسمها الحرية والشك، وطبعا كانت إخراج الأستاذ أشرف فؤاد. بس طبعا محمد يعني رمضان كمل مشواره بعد كده بقى، والحمد لله. يعني انت عندك كام سنة؟ أنا عندي 33. دخلت أنا لسانس حقوق جامعة القاهرة. دخلت دي كانت يعني أنت حاببها ولا أنت داخل غصب عنك أو؟ لا ما كنتش حبيبها بصراحة قوي. والله بجد؟ يعني أنت كنت عايز تدخل كلية تانية؟ بالظبط، يعني أنا كنت عايز أخش ساعتها، يعني أيام ما كنت عايز أخش كلية دار العلوم بصراحة. بس كانت في محافظات تقريبا، فقلت بقى خلاص نخش بقى كلية الحقوق. طيب آخر سؤال هو كرة القدم كرة بتمثل لك ايه؟ طبعا عشق، يعني انا كنت بلعب كرة قدم كتير جدا من وانا صغير، وكنت بلعب زمان في نادي النيل. بس طبعا يعني ما كملتش بقى لظروف الدراسة وكده. فكنت حابب طبعا اكمل في كرة القدم، بس ما كملتش عشان الدراسة بقى. طيب الجمهور حابب يسمع كمان اغنية لعمرو دياب. طيب ممكن نقول حاجة مثلا. أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب، بتطمن قلبي اللي مشغول عني غايب. كلمتين يتقالوا منه ولا عنه، يطمن قلبي اللي مشغول عني غايب. لسه سامع كل كلمة أنهانيها، لسه شايفه زي ما يكون بين إيديا. يا شوق خليك بقى حنين عليا،
وريح لي قلبي اللي مشغول عني غايب، عايشة أشواقنا الوافية فيه وفيا. أسأل من بعيد لبعيد يسأل عليا، ده اللي زايه مش كتير في الدنيا دي. ده أنا قلبي والله مشتاق لأغلى الحبايب. شابو جدا ليك يا أستاذ حسين. سيدي كتير. معانا مكالمة تليفونية مهمة جدا جدا. المنتج الفني للبرنامج مهندس وليد. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو مهندس وليد. صباح الخير يا ندى، ازيك؟ صباح النور. صباح النور يا مهندس وليد. صباح الفل عليكم وحلقة موفقة إن شاء الله. ودايما بنقول برنامج نعم أستطيع بيرعى المواهب وبيقدم دايما الأصوات الرائعة المميزة. حسين ازيك يا حسين؟ أخبارك؟ صباح الخير يا أستاذ وليد، أخبارك إيه؟ اللي كنت بتمرن نعم أستطيع زي ما اتفقنا أسبوعيا معانا إن شاء الله راشد الفقرة يا فندم إن شاء الله. ده شرف ليا طبعا يا أستاذ وليد. بصراحة أنا شايف في قبول ليك قوي، بيجيلي اتصالات كتير قوي بعد الحلقة عليك شخصيا. صوتك مميز، خامة نظيفة جدا جدا بصراحة. إن شاء الله أتمنى لك مستقبل متميز، وأتمنى لك إن شاء الله انطلاقة من خلال برنامج نعم أستطيع إن شاء الله. ربنا يكرمك يا أستاذ وليد، حضرتك شخصية محترمة جدا وحضرتك حد محبوب جدا ما شاء الله. عايز أقول لك كمان إن برنامجنا حسين زي ما أنت بدأت معانا يمكن من أسبوعين بيرعى دايما المواهب، أي حد ما عنده موهبة سواء غنى زيك أو شعر زي هذه اللي داخلة دلوقتي إن شاء الله، أو تمثيل أو رسم، بابنا مفتوح للجميع ورقمنا على الشاشة. وأي حد عنده أي فكرة أو أي مبادرة أو أي حاجة نعم أستطيع، دايما بنقول دايما نعم أستطيع مش مجرد جملة تتقال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. والنهارده في فعل حسين النهارده على الشاشة بيقدم شيء مميز، وتبقى فرصتك إن شاء الله من خلالنا وإلى تقدم إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ وليد. وشكرا يا ندى على يومك الجميل، وإن شاء الله أسيبك مع ضيفك تكمل. اتفضل. ألف شكر يا أستاذ وليد. المنتج الفني للبرنامج قدر يحقق حلم كل حد عايز يوصل لحلمه وطموحه فعلا، ووقف جنب الناس اللي كان نفسها توصل لكده ونفسها تحلم بكده فعلا. شكرا مهندس وليد. طيب ايه خططك المستقبليه اللي انت اللي في دماغك اللي انت عاوز تخططها؟ خططي المستقبليه ان انا ممكن ان شاء الله يعني انزل باغنيه جديده ليا بلحن جديد وكلمات جديده ان شاء الله تنزل على السوشيال ميديا وان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله. وبرده طبعا في التمثيل طبعا برده في شغل كده يعني زي سكتشات كوميدي هنعملها مع بعض الزملاء اللي كانوا معايا في المسرح، وان شاء الله برده ننزل بحاجه جديده ان شاء الله. برنامجنا برنامج نعم استطيع بيقدم مواهب وحاجات جميله جدا لأي حد عايز يتواصل. البرنامج الرقم الموجود على الشاشة، فعلا اسعى احلم اتعب اكيد هتوصل. وبكده هكون خلصنا فقرة النهاردة، لكن استنونا بعد الفاصل مع شاعر اللي هتقدمها معاكم الإعلامية أميرة. شكرا.